المحترف. نبدأ في أسبانيا. جريدة ماركا الأسبانية ركزت على يعني استقالة لويس روبالييز طبعا من رئاسة الاتحاد الأسباني لكرة القدم. أكدت الصحيفة أن هذه الخطوة بتنهي صراع طويل داخل الاتحاد كان الحقيقة عليه علامات استفهام كبيرة جدا جدا جدا. يمكن أشادت الصحيفة باللاعب كمان لامين يامال طبعا كلنا متابعين هذا الشاب، هذا النجم القادم على مستوى الكرة العالمية بسرعة الصاروخ. لاعب عنده 16 سنة وشهرين سجل هدف مع منتخب أسبانيا في مرمى جورجيا في أول مشاركة له مع المنتخب الأسباني. صحيفة قالت يامال فخور بارتداء، هو بيقول أنه فخور بارتداء قميص أسبانيا ولن ينسى ليلة 8 سبتمبر. لاعب عنده 16 سنة وشهرين بيلعب مع المنتخب الأسباني وبيحرز هدف. ما بين قوسين برضو عندنا علامة استفهام كبيرة جدا جدا على كمان نجومنا اللي بنتكلم عليهم ونقول لسه لعيبة صغيرة، وإن اللي عنده 17 و18 و19 سنة ده لعيب صغير. مفهوم وثقافة الجزئية دي يعني الحقيقة اختفت تماما من أوروبا. وعندنا من خلال المحترف يعني الحقيقة محمد منصف يعني معدنا جاب لنا قد إيه إن كان الميركاتو الصيف اللي فات كان أكبر نسبة للإنفاق على اللاعبين في سن من 18 ل 23 سنة. ده كان مهم جدا علشان بيبصوا كمان للريسيل ومواضيع كثيرة جدا جدا. فهذا اللاعب وهذا النجم الصاعد بقوة بيحرز هدف ويكون أصغر لاعب مع المنتخب الأسباني بعمر 16 سنة وشهرين بيشارك على المستوى الدولي وبيحرز هدف. طيب مونتوفي دوبورتيفو الأسبانية كمان أشارت أن ريال مدريد مهتم بضم جوليان ألفاريز. ألفاريز طبعا لاعب المان سيتي الإنجليزي اللي كان محط أنظار ريال مدريد السنة اللي فاتت، لكن السيتي نجح في خطفه من ريفر بليت الأرجنتيني. لكن التقارير بتؤكد عودة تاني ريال مدريد في واهتمامه بضم هذا اللاعب. يلا نروح على انجلترا. جريدة صن الإنجليزية ركزت على مانشستر يونايتد وأكدت أن ديون النادي الإنجليزي تخطت حاجز المليار جنيه استرليني تحت إدارة عائلة بليرز الأمريكية، ويعد توقف مفاوضات الاستحواذ القطري في الفترة اللي فاتت. طبعا عائلة جليرز الإنجليزية كانت رفضت سعر النادي الإنجليزي أو بيع أسهم النادي الإنجليزي بمبلغ 6 مليار إلى 10 مليار جنيه استرليني، وأجلت فكرة البيع لمدة سنتين. في إيطاليا صحيفة كورير ديلي سبورت الإيطالية كتبت الميلان تحت المجهر. الحقيقة الميلان عامل ميركاتو أكتر من رائع، لكن صرف حوالي 134 مليون دولار في انتقالاته الصيفية، وهو ده الرقم الأكبر الحقيقة في الدوري الإيطالي. دي كانت أخبارنا على مستوى الصحافة.